كوريا ابو منصور ما شاء الله 12-49 وثمانة من الاجزاء من الثانية. سلام 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 على هذه البداية، سلام على هذا التحدي. متابعو يا متابعين يا مراقبين عبر الشاشات، هذا المساء تبقى هناك سبعة رموز تحمل القوة والإثارة في هذه الفئة، فئة الكبار من الحولي والزمول. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في الوطن العربي الكبير، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من عاصمة الملايين، نحييكم من هذا الكرنفال والعرس التراثي الكبير من ليلة الملايين ذروة السنام وسيف الرئيس. هنا ينطلق مشاهدين الأعزاء في هذا المساء مع هجني أبناء القبائل في يومنا 12 من هذا المهرجان، حيث أعلنت انطلاقة جديدة من انطلاقات هذا المساء، انطلاقة مميزة والخاصة بالحول المهجنات الأصايل من فئة الانتاج، حيث أعلنت انطلاقة شوط قوي، شوط السيف، السيف الذهبي بالإضافة إلى 2.5 مليون تنتظر الفائزين، تنتظر المنتجين في شوط الذلل المهجنات الأصايل. الشكر الكبير، الشكر الوفير لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على دعم اللامحدود لهذه الرياضة الشعبية الخالدة والراسخة في قلوب أبناء الإمارات الأوفياء، والتي بتوجيهاتكم السديدة يا سيدي وصلت إلى العالمية. الشكر لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لقد كان لمتابعتكم ودعمكم لمسيرة رياضة الآباء والأجداد حافزا لأصحاب الهجن وتشجيعا للشباب يا سيدي لمواصلة مسيرة زايد الخير. هكذا أرادها زايد وهكذا كان أبناء زايد، فشكرا لكم من الأعماق. شكرا لسيدي شعلة النشاط معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إن توجيهاتكم وحرصكم على تنظيم هذه الرياضة العريقة ومتابعتكم لكل صغيرة وكبيرة في مختلف ميادين الدولة، فأصبحت هذه الرياضة في دولة الإمارات سباقة لكل ما هو جديد في هذا العالم الساحر، فلكم الشكر الجزيل على جهودكم العظيمة وأفكاركم النيرة ومتابعتكم المستمرة يا سيدي. دامت دولة الإمارات، ودام شيوخنا الكرام، ودام شعب الإمارات، ودامت رياضة سباقات الهجن في عهدها الزاهر، رياضة تراثية للآباء والأجداد، رياضة مستقبلية متجددة للأبناء والأحفاد. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نيران نيران على المركز الأول، نيران على الصدارة الأولى، نيران تتقدم. حمد بن راشد بن سلطان المنصوري يتقدم في مقدمة هذا الشوط، حشمة على المركز الثاني، ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي ايضا يتقدم على المركز الثاني، الخنجر بالاضافة الى 2.5 مليون ايضا تسير في شوط المهجنات. المركز الثالث، مرحبا بوجود، مرحبا بصاحبة الرمز هناك في مهرجاني ختامي الشحانية، محمد بن سيف بن فاضل المزروعي صاحبة 12 دقيقة 18 ثانية، تتقدم مشاهدين الأعزاء تأخذ المركز الثالث. المركز الرابع، هذه فيافي، حمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم مع فيافي وانتصاراتها. وصلت بيه مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الأداء المتميز، مرحبا ببيه وانجازاتها القوية، مرحبا ببيه
بصاحبة الرمز في جائزة زايد الكبرى، مرحبا بصاحبة الرمز في مهرجان سمو ولي العهد دبي، مرحبا بصاحبة الرمز في مهرجان ختامي المرموم. هذه يا بي الدخول الوصول من منصة ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي، يقدم لنا منصة خذت المركز الخامس. أبناء السلطنة إنتاجهم الفاخر قادمين لهذا الرمز الغالي، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى حشمة. ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي يتقدم في المركز الأول، يأتي في الصدارة الأولى، يقدم لنا هذا الاسم نيران، نيران وبن عوشة. نيران يتقدم حمد بن راشد بن سلطان بن عوش المنصوري. الله الله يا الهاشمي يا الهاشمي، تقدم الهاشمي، يقدم منصة ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي، يقدم لنا الانطلاقة، يغير المسار. وين الموقع؟ ايضا بدأنا بجسر العبور، جسر العبور الثلاثة كيلومترات المتبقية، الانتاج شوط الذلال المهجنات الاصايل لمن؟ الاثنين مليون ونصف لمن؟ لمن 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 لمن؟ والخنجر، الخنجر الخنجر ينتظر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. وصلت بي، وصلت فيافي، وصلت الاسماء القويه، وبن تريم عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي مع مزنه. يا مرحبا يا مزنه، يا مرحبا يا مزنه، الدخول الوصول من شراره. سالم بن قريع بن روس العامري وصل، شعار بن قريع وصل، شعار بو سلطان يتقدم من خلال ايضا المنافسة. ولكن هذه الخمس ارى اسماء، ارى شعارات قوية في رصيدها العديد من الانجازات، العديد من ايضا الفوز والانتصارات. الانتاج والمنتجين، الانتاج والمنتجين، ولكن الصدارة منصة ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي. الهاشمي مزنة تحركت من الزاوية الأخرى، من الزاوية الأخرى. عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي وصل، بن تريم، شوفوا هذا الزحف القادم، فيافي، فيافي القادمة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير أيضا الدخول من خلال وجود حشمة. ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني، عادت نيران، عادت نيران، وصل أيضا حمد بن راشد بن سلطان، ايضا بن عوش المنصوري، الدخول من هملوله، طويرش من عبد الله بن حلوس، الاعفاري، الاعفاري يتقدم الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز الاولى. هذا الشوط غير يا جماعه، هذا الشوط سريع، سريع وقوي من خلال الانجازات، من خلال نيران ايضا في المقدمه الاثنين كيلومترات. ولكن الاعفاري، الاعفاري هملوله، طويرش من عبد الله بن حلوس، الاعفاري ير الشوط، ير ير الشوط، ير في المركز الاول، مزنة في المركز الثاني، عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي المركز الثالث، هذه منصة ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي المركز الرابع، نيران، نيران وبن عوشة، وصلت فيافي، حمد بن راشد بن حمد بن غدير بن منانة ريتال، سعيد بن منانة بن غدير، وصل ابو سالم، وصل ابو سالم ليتقدم من خلال هذا الاسم. الموقع، الموقع ايضا 1500 متر، المنعطف الاخير، المنعطف الاخير، يا لها من اسماء ترعب ترعب ترعب، قادمه قادمه في شوط الانتاج للحول المهجنات. هملوله، هملوله، هملوله على الصداره، هملوله على المركز الاول، مصانع الجنوب، طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري يقود هملوله على المركز الاول، فيافي، فيافي القادمه، حمد بن راشد بن حمد بن غدير، مزنه، هناك عمران بن سلطان بن تريم، بن تريم وصل، وصلت في هذه اللحظات ريتال، سعيد بن منانة بن غدير، مرحبا، مرحبا باللي خدمت، مرحبا، مرحبا ببيان زايد بن محمد بن قران المنصوري. أهالي غياثي في الكيلومتر الأخير، وصلت بيان، بيان عاجل بأن بيان اسم عملاق وخطر. فيافي، فيافي الواثق، الواثق، حمد بن راشد بن غدير.
يتقدم من خلال هذا الاسم، ولكن بيان وصلت، بيان وصلت، بيان وصلت، بيان وصلت، بيان صاحبة الرمز في مهرجان المؤسس، صاحبة الرمز هناك في مهرجان الأمير الوالد، تأتي بيان غيرت الصدارة، غياثي 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 غياثي، أيضا بن قران يتقدم في المركز الأول، قلوبنا معاك يا راعي بيان، بيان عاجل، بيان عبر الهواء مباشرة عبر قناتي ياس الرياضية، بيان يا بيان، بيان زايد بن محمد بن قران المنصوري، سلام بو راشد، سلام سلام لراشد بن قران، سلام سلام لمبارك، سلام سلام لأبناء غياثي، سلام سلام على هذا الفوز، الرمز الثالث في هذا الموسم، الرمز الثالث في هذا الموسم، سلام غياثي، سلام بيان، بيان زايد بن محمد بن قران المنصوري، سلام. المركز الثاني منصة ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي، المركز الثالث وصلت الظبي خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، المركز الرابع وجود محمد بن سيف بن فاضل المزروع، المركز الخامس، مركز الخامس مزنة عمران بن سلطان. هكذا مشاهدين الأعزاء السلامات تذهب إلى أهالي غياثي، بيان بيان بيان، مشكور يا راشد، مشكور يا مبارك، الرمز الثالث مشاهدين الأعزاء، بعد أيضا أتى هذا الأداء المتميز من خلال بيان، كل المرشحين يشكرونك، يشكرونك يا بن قران، نوعية ولا فلا، 12 و8 يوم في المؤسس، 12 و32 يوم في الأمير الوالد، كم مليون بنشوف مع المخرج، كم مليون بنشوف مع المخرج، ما شاء الله تبارك الله، ذكروا الله، سلاماتنا لأهالي غياثي، 12 دقيقة 19 ثانية، وفاء وتماما وكمالا، بيان شديد اللهجة، بيان سلام خاص من بن حضير من أهل غياثي كافة، يا سلام. المركز الثاني 12-21 أربع أجزاء من الثانية هي من وصلت في ثاني المراكز، وكانت منصة ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي. المركز الثالث كان الدخول ب 12-23 أربع أجزاء من الثانية هي الظبي خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الرابع كانت وجود محمد بن سيف بن فاضل المزروعي حاملة اللقب منذ أيام قليلة هناك في ميدان التحدي، 12-25 جزئين من الثانية، تهانينا لبن فاضل، أيضا محمد بن سيف بن فاضل المزروعي، تهانينا لسيف بن فاضل المزروعي. المركز الخامس كانت 12-27 وفاء وتماما وكمالا، هي مزنة لعمران بن سلطان بن تريم الكتبي، تهانينا والناموس، شوط الخنجر والاثنين مليون ونص يذهب إلى بيان، إلى زايد بن محمد بن قران المنصوري، والرمز الثالث في هذا الموسم، تهانينا والناموس وسلام يا غياثي، سلام.